الصف الثالث ثانوي، جميع الفروع، مادة التاريخ. المحور الثاني، العالم العربي. الدرس، التاريخ الحديث لمصر، قناة السويس وموقف الإنجليز منها. في نهاية هذه الحصة سنكون قادرين على تحديد أهمية موقع قناة السويس الجغرافي، تعرف على الظروف التاريخية لشق قناة السويس، تبيان الموقف البريطاني من مشروع القناة. نبدأ أعزائي الطلبة بشرح الدرس. نبدأ أولاً مع النشاط الأول. النشاط الأول تحديد موقع قناة السويس من خلال المستند رقم 1، خريطة قناة السويس. ألاحظ المستند وأجيب على الأسئلة الآتية. أتمنى لو كان الكتاب أمامكم لنفتح الدرس على صفحة الأولى من الدرس ونلاحظ في الخريطة الموجودة أمامنا نوع المستند، خريطة كما سبق وذكرنا، موضوع المستند، موقع قناة السويس، جيد، سم البحرين في الخريطة كما نلاحظ بين خليج السويس الذي تميت القناة على اسمه، تقع بين البحرين الأبيض والبحر الأحمر. أين تقع القناة؟ في أي قارة؟ في شمال أفريقيا، في مصر. وهل هي قناة طبيعية؟ كلا. لماذا؟ لأنها شقت بواسطة الإنسان. نستنتج، تقع قناة السويس شمال قارة أفريقيا في مصر، وهي تصل بين البحرين الأبيض والأحمر. فكرة إنشاء القناة، تعود الفكرة قديماً إلى الفراعنة المصريين الذين كما تدل الدراسات أن كان هناك عبارة عن ترعة صغيرة بين البحرين الأبيض والأحمر، أنشأها الفراعنة لعبور سفن صغيرة كعبارة ودمرت عبر التاريخ. هناك أيضا كانت محاولات فاشلة للفرنسيين والإنجليز لأيضا إنشاء هذه القناة، وحتى أن نابليون بونابرت خلال حملته على مصر قام المهندسون الذين كانوا برفقته دراسات استراتيجية حول البحرين، ولكن كان الاعتقاد الذي وصلوا إليه بنظرية أن اختلاف منسوب المياه بين البحر الأبيض والأحمر حوالي 10 أمتار ستمنع شق هذه القناة، وبالتالي ستدمل معها دلتا نهر النيل، ولذلك أوقف المشروع. كما أن محمد علي باشا والي مصر لم يوافق أنذاك على منح أي من المهندسين فكرة إنشاء هذا المشروع خوفا من أي سيطرة أجنبية على مصر. كذلك كانت هناك محاولات إلى أن جاء المهندس الفرنسي دي ليسيبس، فرديناند دي ليسيبس، الذي كان صديقا للخديوي وهو لقب لحاكم مصر آنذاك، كان آنذاك هو محمد سعيد باشا. درس المهندس الفرنسي النظرية لشق القناة على الأرض، وقام بمسح أراضي، وقام بدراسة بين منسوب المياه بين البحرين الأبيض والأحمر، فتوصل لنتيجة تخالف كل النظريات السابقة أن لا هناك أي أبدا فرق بمنسوب المياه، ونستطيع أن نقوم بشق قناة تصل بين البحرين وستعود بفائدة اقتصادية أولا على مصر. فوافق محمد سعيد باشا على المشروع، و فعلا كان ندرس هلا احنا وياكم تحليل المستند التاريخي. النشاط الثاني اللي هو مضمون امتياز الشركه الذي منح من الخديوي محمد سعيد باشا الى المهندس الفرنسي. امامنا الان هذا المستند التاريخي، اطلب منكم قراءته معي، ساقراه بسرعه. سمح الامتياز الذي منحه حاكم مصر الخديوي محمد سعيد باشا للمهندس الفرنسي فرديناند دي ليسيبس انشاء شركه عالميه لشق قناه تصل بين البحرين الابيض والاحمر، وقد نص هذا الامتياز على ما يلي: حق الشركه باستغلال القناه مده 99 عاما ابتداء من تاريخ تشغيل القناه، حصه مصر من باقي الارباح لا تتعدى نسبه 44%، تمنح الشركة ودون مقابل مساحات واسعة من الأراضي على جانبي القناة لإقامة المباني والمنشآت اللازمة للمشروع، إنشاء قناة أو ترعة صغيرة لنقل المياه العذبة. طبعا احنا قرأنا المستند، الآن علينا أن نجيب على الأسئلة التالية: إلى من تعود فكرة إنشاء مشروع قناة السويس؟
المهندس الفرنسي دي ليسيبس أحسنتم، ما اسم الخديوي المصري الذي منحه حق الامتياز؟ الخديوي محمد سعيد باشا. جيد، ما هي المدة الزمنية للامتياز؟ 99 سنة. كم بلغت حصة مصر من الأرباح؟ جيد، 44%. كيف استغل العمال حساب الشركة بأعمال السخرة، وبنسبة 80% من العمال كانوا من المصريين وعملوا بشقها بدون أجر، أعمال السخرة. ماذا نستنتج؟ أن هذا الامتياز الذي منح لدي ليسيبس أعطى للشركة الفرنسية السيطرة الكاملة على القناة. ننتقل الآن إلى الفكرة الرئيسية في الدرس، وهي ثالثا تباين الموقف البريطاني لمشروع القناة. سنعمل على دراسة التحولات في المواقف البريطانية منذ بداية المشروع وحتى تاريخ افتتاحه للملاحة البحرية من خلال التركيز على النقاط الآتية والأساسية في الدرس. أولا، الموقف البريطاني قبل تنفيذ المشروع. ثانيا، الموقف البريطاني خلال تنفيذ المشروع ومحاولات العرقلة، أي محاولات إيقاف المشروع من قبل بريطانيا. ثالثا، تبدل الموقف البريطاني بعد افتتاح المشروع للملاحة البحرية. الظروف التي ساعدت بريطانيا على شراء حصة مصر في القناة. نبدأ أولا بقبل التنفيذ، البند الأول اللي هو أهم يمكن لماذا عرضت هذا المشروع بريطانيا. أولا، اعتبرت بريطانيا أن هذا المشروع نصرا للسياسة الفرنسية. ثانيا، التخوف من السيطرة الفرنسية على مصر وبالتالي على طريق بريطانيا إلى أهم مستعمرة لها في الشرق الأقصى الهند. ثالثا، المشروع سيؤثر سلبا على مشروع كانت قد منح لبريطانيا سابقا من الدولة العثمانية بمد خط سكة حديد من الإسكندرية إلى القاهرة السويس، وبحال نفذ هذا المشروع سيكون فعلا سيؤثر سلبا على هذا مشروعها. لهذه الأسباب رفضت بريطانيا المشروع، ورغم كل محاولات دي ليسيبس لإقناعها أن هذا المشروع سيكون له أهمية بملاحة دولية وعرض عليها بشراء أسهم في القناة، لكن بريطانيا لم توافق لا على الدخول، وكانت تحاول فعلا كما سنرى الآن على عدم تنفيذه. ماذا فعلت بريطانيا لمحاولة عرقلة المشروع من خلال ماذا؟ أولا، امتنعت عن شراء الأسهم. ثانيا، المحاولات مع السلطان العثماني لوقف المشروع. ثالثا، إقناع الخديوي إسماعيل الذي حل محل محمد سعيد باشا وكان هو حاكم مصر آنذاك، وجاءتهم الفرصة، اتكرموا قربا كما يبدو للإنجليز، وبدأت بإقناع أن هذا المشروع سيكون سيئا جدا على أولا على مصر. لماذا؟ عملت على ماذا فعلت؟ أولا، حملات دعائية صحفية عن أعمال السخرة للفلاحين المصريين، كيف يعامل الفلاحون المصريين وكيف يعملون بدون أجر وكيف يستغلون. ثانيا، بدل أن نستغل الفلاحين نقترع عليك يا سيد إسماعيل باشا خديوي مصر، لماذا لا تزرعون القطن؟ القطن أهم، وهو آنذاك كان له سعر عالمي مرتفع. استرجاع الأراضي، كيف تمنحون الشركة أراضي مصرية وبهذه النسبة الكبيرة؟ اقتراح هنا نشأ خلاف بين المهندس الفرنسي وإسماعيل باشا الذي أراد استرجاع الفلاحين والأراضي. عندها دي ليسيبس طلب منه التحكيم وعرض أن يكون نابليون الثالث إمبراطور فرنسا آنذاك يكون هو الحكم بين الشركة الفرنسية وبين الدولة أو الحكومة المصرية. وافق إسماعيل باشا، ضمن منه أن المشروع لن ينفذ. عندما تستعيد مصر قسم كبير من الفلاحين والأراضي، كيف ستستطيع الشركة إكمال المشروع؟ وفعلا حكم الإمبراطور نابليون بين الحكومة المصرية وبين الشركة، واقترح أن يعاد قسم من الفلاحين وأيضا أن يعاد قسم من الأراضي إلى الحكومة المصرية، ولكن بشرط أن تدفع الحكومة المصرية غرامات مادية عن كل يوم توقف فيه العمل في الشركة. وفعلا وافق إسماعيل باشا، ظنا منه أن المشروع لن ينجح، ولكن المشروع نجح والمشروع نفذ وافتتح بالعام 1869، ذلك أن فرديناند ليسيبس
استطاع أن يستعين بالآلة مكان الفلاحين، وفعلا استطاع أن ينهي المشروع بوقت أقل بكثير مما كان يظن. فانتهى المشروع وافتتح بافتتاح كبير جدا، حضره جميع الحكام وجميع الملوك آنذاك ما عدا من؟ ملكة بريطانيا، لأنها لم تكن لا مشتركة بالمشروع ولا موافقة عليه. افتتح المشروع، لكن الموقف البريطاني بعد التنفيذ لم يبقى كما كان. ما كان قبل تغير الآن. لماذا؟ أدركت بريطانيا أن هذا المشروع أولا يهم تجارتها، لأن بريطانيا أهم ما لديها هو التجارة، التجارة البحرية. ثانيا اختصار في المسافة والوقت بالتجارة الدولية، بينما أن تقطع البواخر والسفن والأساطيل البحرية الطريق نحو رأس الرجاء الصالح، وكانت مسافة طويلة جدا. تختصر الآن القناة حوالي أكثر من 30% من المسافة، فكيف لم تدخل في هذا المشروع؟ لذا عملت الحكومة البريطانية على تحين الفرص للسيطرة على القناة واحتلال مصر، وقد استغلت الظروف وأهمية. أولا سياسة التبذير التي اعتمدها الخديوي إسماعيل، وخاصة عند افتتاح المشروع الذي كلفه أموالا طائلة، فاضطر إلى الاستدانة فأغرقوها لمصر بالديون. خذي أموال والديون تتراكم على مصر. عندها اضطر الخديوي أن يعرض أسهم مصر للبيع، فمن سيشتري الأسهم برأيكم؟ كان لابد أن تشتريها الشركة الفرنسية، لكن فرديناند ليسيبس توقف عن الشراء وامتنع تخوفا من أي إشكال قد يحدث مع بريطانيا، وكأنه يقول لها خذي أنت الأسهم. فكان آنذاك رئيس وزراء بريطانيا دزرائيلي، والذي لام الحكومة البريطانية لماذا لم تدخل في المشروع، وسارع فورا بطلب منه بأن يستدين وعلى حسابه الشخصي، لأنها كانت آنذاك في عطلة في البرلمان، فاضطر أن يستدين هو بنفسه من بنك روتشيلد. وفعلا استدان مبلغ 4 ملايين جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي كان ثمن أسهم مصر في الشركة، واستطاع فعلا أن يشتري الأسهم ويحصل على أسهم مصر في القناة. ماذا نستنتج الآن بشكل عام من خلاصة الدرس؟ أولا تعود فكرة مشروع قناة السويس للمهندس الفرنسي دي لسيبس، أحسنتم، معارضة بريطانية للمشروع في البداية، ومحاولات بريطانية لوقف المشروع، ولكن بعد تنفيذ نجاح الشركة نفذت المشروع. تغير الموقف البريطاني بعد الافتتاح، واستطاعت وتمكنت مصر بالأحرى بريطانيا شراء حصة مصر في القناة. وستحاول الآن بريطانيا ليس فقط السيطرة على القناة بشكل كامل، بل وبالتالي على كامل الأراضي المصرية، لتصبح القناة تحت سيطرتها بشكل مباشر. 80 تطبيقية، سأحاول أن أقرأ لكم هذا السؤال، وهو تمارين تطبيقية على الدرس، أرجو الانتباه ومحاولة أيضا محاولتكم أنتم الإجابة عليه ولو كان بشكل سريع جدا. حصل دي لسيبس على الفرنسية سنة 1854 على امتياز لحفر قناة السويس، وتمكن رغم كل العراقيل من تنفيذ المشروع. اذكر 4 شروط من بنود الامتياز. الإجابة: حق الشركة استغلال القناة 99 عاما، حصة مصر من القناة هي 15% من الأرباح الشركة، منح الشركة الأراضي على جانبي القناة، وتسخير ما نسبته 80% من العمال لأعمال الحفر. أيضا القسم الثاني من السؤال اللي هو موقف البريطاني من المشروع، محددا الموقف البريطاني قبل تنفيذ المشروع والمتغيرات التي حدثت بعد التنفيذ. الإجابة: الموقف البريطاني قبل التنفيذ معارضة بريطانية، المشروع نصرا للسياسة الفرنسية برأيها، اعتبار بريطانيا المشروع تهديدا لطريقة إلى الهند، وتأثيره على ماذا؟ امتياز خط سكة الحديد الذي حصلت عليه كما سبق وذكرنا، الإسكندرية، القاهرة والسويس. بعد التنفيذ تغير الموقف البريطاني بعد افتتاح القناة للملاحة البحرية. لماذا؟ لأهمية المشروع للملاحة، توفير الوقت والمال. لذلك ماذا فعلت بريطانيا؟ عملت على إغراق مصر بالديون، وأشرفت الدولة المصرية على الإفلاس، عرضت مصر أسهمها للبيع في القناة. تردد فرنسا، تدخل إسرائيلي، شراء بريطانيا حصة مصر، تدخل بريطانيا في شؤون مصر الداخلية، والعمل على السيطرة الكاملة عليها.
شكراً لكم.